الجهة الثانية كما راكم تشوفوا هنا.
مرحبا حبيباتي، كما راكم تشوفوا انا كملت الورقه بطريقه سهله وبخطوات تاني سهله وواضحه. ودروك رايحه نخدم على الساق تاع الورقه. الساق تاع الورقه هنا قبضت هاد الخيطين اللي في الوسط اللي كملت بهم الخدمه، ونبقى نثبت بيهم الخيطين المواليين. ولكن قبل باش نديرو يعني باش نشكلو الحامل، لازم دوك الخيطين نطووهم على زوج ونبداو نثبتوهم بنفس الطريقة. راح تشوفوا معايا يعني كيفاش رايحة ندير. ثبت في الاول هنايا هاد الخيطين بهذه الطريقه بغرزه التورسه، يعني غرزه سهله كنت سبق لي وعلمتها لكم يعني بخطوات سهله كما راكم تشوفوا هنايا. هنا يعني نلوي هاد الخيطين، نلويهم وباش نجمعهم من الفوق مع بعض باش نلقى منين نعلق البورت كلي هذا. تبعوا معايا ان شاء الله خطوه بخطوه وراح تعرفوا. يا